هذا سائل يسأل يقول سائلة تقول: يمضي زوجي معظم وقته بالحمام ويمضيه في القراءة والتدخين، حتى أنه يشرب وهو جالس في الحمام، وأنا خائفة بشأنه وشأني، لأني تعلمت بينما كنت طفلة أن الحمام هو مسكن الجن والشياطين، ويجب ألا نقضي الكثير من الوقت فيه، وأنا باحث عن نهج إسلامي يشرح له مساوئ الأمر، فكيف أقنعه بعدم فعل ذلك؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم. يعني الإخلاء سهل، وما تعلمته في الصغر هو حق، أن هذا المكان مكان خبيث، يعني الحمام وهو نعم. ولذلك كان من الذكر عند دخول الحمام أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هم ذكران الجن، والخبائث إناث الجن، فإن هذا بيد، وإنهم يتلاعبون بعورة الإنسان إذا يعني كان لم يستعذ بالله منهم قبل دخول الحمام. والمكث في الحمام بغير حاجة، يعني إنسان مو محتاج، يعني قد يكون مريض فيحتاج وقت على ما يعني يقضي حاجته. ناس كثيرة مثلا في التبول قد يقعد مدة أطول، في تبرز يقعد في فترة أطول، إذا كان له يعني أمر لعلة وهذه فهذا يصير مضطر. أما إذا لم يكن له علة وجالس الحمام علشان يقرأ ويشرب دخان، والله مازال سيء للأسف كمان، يعني ما في مكان ديت. يا أخي بعد ما خلص حاجتك على عجل ثم روح اقعد بقى في الصالون ولا اقعد في غرفة واشرب اللي تيجي تشربه واقرأ ما تشاء. أما الجلوس بغير عادة في الحمام لا شك أنه شر، لا شك أنه شر وعادة سيئة. وهل يأثم لذلك؟ يبدو الله أعلم أن مثل هذا يكون في إثم، في إثم على من يعني يمضي وقتا طويلا في الحمام بغير عادة، ما هو محتاج إلى هذا. فإلى جانب سوء الخلق وكذلك سوء يعني التقدير، هو كذلك. وما أظن أن مثل هذا إلا أن يكون يعني في إساءة في هذه وفي، لأنه يعني جالس يعني الشياطين جالس معه الخبث والخبائث، عياذا بالله. نعم.